السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت إنشاء اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. هم المرشح عندي إنشاء كتابة الإيميل عن الدعوة، عن الدعوات. هذه عندي 3 أسطر، قليل وسهل ومفهوم، راح أشرحه وترجمه، أقرأ وترجمه. Writing an email invitation، أكتب إيميل عن الدعوة. زين. Hi, I've got two tickets for marriage celebration of my brother next Thursday. يقول لقد حصلت على يعني تذاكر اثنين، يعني تذكرتين اثنين للزواج، يعني للاحتفال بالزواج من أخي الخميس المقبل. You must come because the party will be good. فيجب، قايل يجب عليك أن تأتي، أن تأتي للحفلة لأنه سيكون جيد، سوف سيكون جيد. The party will be in Al Rashid Hotel and it starts at 6 o'clock in afternoon and ends at 12 midnight. يقول هذا الحفل سيكون في فندق الرشيد ويبدأ من الساعة 6 ضبط بعد الظهر وينتهي الحد 12 في منتصف الليل. Our friends will come so you can invite your family and friends. ولنا أصدقاء سوف يأتون إلى الدعوة هم وعوائلهم وأصدقائهم. فراح أقرب لكم الكاميرا عليه بحيث تكتبونه وتقرونه. شو عيني شوية إيه إيه هذه هذه بعد إيه بعد بعد إيه هذه عن الدعوة. ميال هذه هم وزاري ومرشح هذا الإنشاء، سهل وبسيط، 3 أسطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.